بنبدأ بالأخبار. يعني الخبر الأول من اللجنة الوزارية الاقتصادية واللي عقدت اجتماعها النهاردة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقائم طبعا بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وده كان بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء الاتصالات والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال والتموين والتخطيط كمان. خلال الاجتماع ده تمت الإشارة إلى مواصلة الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية لعرض الفرص الاستثمارية والمقومات والإمكانات المتاحة في مختلف القطاعات اللي من خلالها بيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وده بجنب تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة أصلا. وكمان تم التأكيد في الاجتماع ده على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريك أساسي طبعا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية اللي بيتم تنفيذها في جميع مناحي الحياة أو المجالات، والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في الإطار ده.